يعني في صفات الله سبحانه وتعالى. ويكون التكييف إما باللسان تعبيرا أو بالقلب تقديرا أو بالبنان تحريرا. مثال: هذا الأخ اشترى سيارة، فهذا قلب. كيف هذه السيارة؟ هذا سؤال عن ماذا؟ عن كيفية. فقال هذا: أرسم لك كيفية هذه السيارة. هذا تكييف بماذا؟ بالبنان. أو أخذ يشرح، قال: السيارة لها أربع أبواب، ولها نوافذ، ولها إطارات، ولها كذا ولها كذا وكذا. هذا تكييف باللسان. مجرد ما قلنا فلان اشترى سيارة لكزس موديل 2013، هذا تخيل شكل هذه السيارة، هذا تكييف بالقلب. كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك، يعني لا يمكن ندرك الكيفية، لأن لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ليس له مثيل. كيف نعرف كيفية السيارة؟ نراها أو نرى مثل هذه السيارة إن كان لها مثل، أو يخبرنا الصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا ولم نرى الله وليس له مثيل. إذا الكلام الكيفية قول عن الله بلا علم ولا تمثيل. لماذا قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن ليس كمثل شيء. الثاني: ما من شيء في الوجود إلا بينهما قدر يشتبهان فيه. تقول فلان لين والحديث لين، صح؟ هل ليونة هذا مثل ليونة الحديث؟ لا. تقول الله سبحانه وتعالى موجود والجنة موجود، هل هذا الوجود كهذا الوجود؟ لا. إذن ما من شيء في الوجود إلا وبينهما قدر اشتبهان حتى وإن كان في المستقبل. فحياة الله سبحانه وتعالى حياة حقيقية تنبجها تعلم، وحال المخلوق لا يقابل المخلوق. طيب الثالث: أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه تشبيها مع التنزيل، ولذلك يرمون أهل السنة بألقاب ينفر الناس عنها: مشبهة، مجسمة، شكاكة، نواصف، وثاق، وهابية، جامية وغيرها. عشوية. مفهوم؟ نعم. طيب قال: بل يؤمنون يعني لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ماذا أصنع؟ يؤمن، يثبت لله ما أثبت لنفسه أثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى شرح هذه الآية. نعم. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به. إذن يثبتون. نعم. ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، بل واحدة شكور يا رب. ولا يحرفون الكلم تحريف، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. طيب. ولا يمثل ولا يكيفون ولا يمثلون، بل ولا يلحدون. الإلحاد أخذنا بالأمس، أعطونا مثلا ولا يلحدون. الإلحاد الميل، الإلحاد من أسماء الصفات الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. إلحاد تقدم معنا بالأمس ينقسم إلى قسمين: الحاد في الآيات الشرعية والكونية. الحاد في الآيات شرعية أو كونية، والحاد في الأسماء والصفات. الحاد في الآيات الشرعية أو الكونية: الحاد في الآيات الشرعية قول القرآن مخلوق، في الآيات الكونية قول الطبيعة تخلق الأشياء. الحاد في باب الأسماء والصفات خمسة أقسام، أحسن من أن تقول نقسم إلى أربعة أقسام. أن ينكر الأسماء كلها أو بعض، كلها كالجهمية، بعضها كالأشاعرة. يثبت الاسم وينكر الصفة، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدر، جهمية. الثالث: أن يجعلها دالة على التمثيل، يشتق منها أسماء الأصنام اللات والعزى ومناة، يسمي الله بما يسمي به نفسه، علة فاعلة، قادر على اختراع، وثالث فاعلة.
نعم تعيد. قال بل فلا بل هم يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وصفاته. نعم ولا في الأسماء أخذنا هذا معناه أن المؤلف يشير إلى أن الإلحاد ينقسم إلى قسمين، الإلحاد في الأسماء والصفات والإلحاد في الآيات. نعم ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له. لا سمي له، لا سمي ولا ند ولا كف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه معانيها متقاربة، لكن عندنا قاعدة مهمة جدا. الصفات المنفية، الصفات المنفية ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية؟ نفي عن الله كما نفى عن نفسه كما نفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد. إذا لابد من أمرين في الصفات المنفية، النفي وإثبات كمال الضد. لماذا؟ قال لأن النفي المحض ليس بكمال، النفي المحض ليس بكمال. تقول هذا الجدار لا أظلم أحدا، هذا مدح، والله ليس بمدح، هذا قدح. لكن تقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. لماذا نفى الله سبحانه وتعالى نفسه الظلم؟ لكمال عدله وقدرته سبحانه وتعالى. نفى الله سبحانه وتعالى نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. مفهوم؟ إذا لابد في الصفات المنفية نفي مع إثبات كمال الضد، لأن نفي المحض ليس بكمال. نعم. ولا يقاس بخلقه سبحانه ولا يقاس. القياس تقدم معنا تسوية فرع بالأصل في حكم لعلة جامعة بينهم، إلا أن العلماء رحمهم الله يقولوا كل قياس محرم، يعني قياس المخلوق أو الخالق بالمخلوق، إلا قياس واحد وهو قياس الأولى. يقول هذا حق، كل صفة كمال فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بها، وكل صفة نقص وعيب فالله سبحانه وتعالى أولى أن ينزل عنه. نعم. فإنه أعلم بنفسه. لماذا يقول فإنه أعلم بنفسه وبغيره أصدق وكذب؟ هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ذكرها هنا تأتي بإذن الله تعالى في التدبرية. هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام. واحد كيفية الرد على المشروع، صح؟ وكيفية الإجابة عن من سأل عن الحكمة درس الماضي قول عائشة رضي الله عنها. هذه الآن قاعدة في الرد على من يرد الأسماء والصفات ويغير ويحرف ويعقل ويمثل. قاعدة هنا ذكرها شيخ الإسلام، هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام. عناصر الدلالة والإفهام نشرح. عناصر الدلالة والإفهام أو أمور إذا اجتمعت في الكلام وجب أن يخرج، أن يكون الكلام صادر عن علم وصدق وبيان وفصاحة وإرادة الهداية. كم؟ أربع. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا رحمه الله ثلاث عناصر، وأضاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عنصر رابع. هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام، أمور أربع إن اجتمعت في كلام وجب أن نقبل، وبهذه الأمور الأربع نستطيع أن نرد عليهم بعض. نسأل هؤلاء هل أنتم أعلم أم الله؟ لابد أن يقول الله. هل أنتم أصدق أم الله؟ لابد أن يقول الله. هل أنتم استطعتم أن تأتوا بكلام فيه بيان وفصاحة أحسن مما جاء في القرآن؟ لا. هل أنتم أردتم هداية الخلق أحسن مما أراد الله؟ لابد أن يقول لا. إذن اتركوا هؤلاء المتفوقين الخيار وأرجعوا إلى دلالة الكتاب. مفهوم؟ الثاني نسأل هل أنتم أعلم أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنتم أصدق أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أفصح أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أردتم هداية الخلق أكثر مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن يقولوا لا. إذا أرجع إلى دلالات السنة بعد دلالات الكتاب. نعم مفهوم. وإلا لو قالوا غير هذا نقول ما استدنا
بإنزال القرآن وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلا ضلال. صح؟ نعم. وكان ترك الناس بلا كتاب والسنة أحسن. أمور أربعة: عناصر الدلالة والإفهام، علم وصدق وبيان وصلاح وإرادة الهداية. قلنا ذكر ثلاثة شيخ الإسلام، والله مصطفى بن عثيمين رحمه الله تعالى أمر رابع، نعم، وهو في الحقيقة أي الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يعني استفاد هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وفق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فإنه يجمع مسائل متفرقة أحيانا بهذا بالأعداد. يعني مثال هنا قال عناصر الدلالة الإفهام أربعة، أخذنا فيما تقدم. نظر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: واحفظوا إيمانكم، وجد من يقول احفظوا إيمانكم لا تحلفوا، ومن احفظ أيمانكم فلن تكفر إن لم تأتوا بها، احفظوا أيمانكم بالوفاء، واحفظوا أيمانكم بل لا تحلفوا إلا بالله. قال مراتب حفظ اليمين أربعة: ابتداء وسط وانتهاء، ولا نحلف إلا بالله. موفق سبحان الله، إخلاص. وسار رحمه الله على طريقة السلف وجمع أمور وشرح كتب السلف، ولم يترك هذه الكتب، أخذ يشرح فيها حتى أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه. نعم، إن شاء الله من فضل ذلك فضل الله يأتي من يشاء. نعم. قال ثم رسوله لا 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 تعيد الكلام حتى نشرح. نعم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه، أعلم بنفسه وغيره. نعم، وأصدق قيلا، هذا الثاني، وأحسن حديثا. يبقى معنا إرادة الهداية، والله يريد أن يتوب عليكم. نعم. ثم الأنبياء والرسل كذلك، علم وصدق وبيان وفصاحة وإرادة الهداية. لا بد أن تعلم أن باب الأسماء والصفات لا يدخل النسخ. باب الأسماء والصفات لا يدخل النسخ، النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار. مثال هذا الأخ قال حدث البارح حريق أسفل في ريزا ومات عشرة، وجاء الوزير وجاء أمير المنطقة وجاء كذا وجرح عشرة، ثم بعد دقائق قال الكلام اللي ذكرت من حريق قتل عشرة وجرح مئة ومجيء فلان وفلان هذا منسوخ، لم يحدث حديث. كان البارح عرس تزوج عشرة ومئة في الطريق وكذا وكذا، ايش نقول عنه؟ كذاب. صح؟ اي نعم. طيب، كل ما اخبر به الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام عن ربهم هذا لا يمكن يدخل النسخ، لكن كيف يثبت عنده من الكتاب والسنه؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا خبر عن موسى عليه الصلاه والسلام جاء في ثبت من شرعه، اذا هذا ما يمكن يدخل النسخ، مفهوم؟ نعم. إذا الأسماء والصفات لا يدخلها النسخ، وكل ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن ربهم فهو حق ولا ينسخ، لكن كيف تثبت عنده؟ بالكتاب والسنة. نعم. قال ثم رسلوا عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما يقولون، مصدقون أو مصدقون، إما أن الله صدقهم أو يجب على أقوام أن يصدقهم، ويصح الجمع. فتأتي الآن وأنت تحفظ تقول صادقون مصدقون ومصدقون، تجمع هكذا وتمشي بالشرع. هذا يعني من باب انك توضح المعاني ولا تغيير اصلا في ما ذكر شيخ الاسلام الدين. يعني مثلا الان عندما تاتي في اثبات صفه المحبه لله، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحبه ثم ذكر ايات، قال آية المحبة ذكرها وذكر محبة ود، ذكر آية الود أي آية؟ من يحفظ؟ يحفظ متن أخواننا.
آية المحبة وذكر آية الود وهو الغفور الودود. ثم الشيخ بن عثيمين رحمه الله زاد آية فتحفظها وأنت تحفظ في المتن، واتخذ الله إبراهيم خليلا حتى تكمل عندك أنواع المحبة الثابتة لنا، محبة وود وخلة، مفهوم؟ وعلى هذا خلينا يلا مشي. نعم. ثم رسول الصادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون مصدقون ومصدقون. نعم. بخلاف الذين بخلاف متهوكين وحيران، لا علم ولا صدق ولا بيان وفصاحة ولا إرادة هداية. اجتمعت عناصر الدلالة الإفهام في كلام الله وكلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون هؤلاء. شيخ الإسلام شرح على فنزه نفسه ما وصفه به المخالفون له وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا يعني من النقص والعيب. نعم. نعم. هو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا هو التوحيد، حقيقة التوحيد. لو سألت أي أحد ما هي حقيقة التوحيد تقول الجمع بين النفي والإثبات. حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات، ركنان الشهادة نفي وإثبات بكلمة الإخلاص، ركنانهما نفي وإثبات فاحفظنهما. حقيقة التوحيد ما هي؟ الجمع بين النفي والإثبات. مثال، تقول زيد قائم، أثبت القيام لزيد؟ نعم. ممكن يكون هناك مشارك لزيد، عمرو وخالد وكذا، صحيح؟ لكن لو قلت لا قائم إلا زيد، أثبت القيام ونفيت أن يكون معه مشارك، إذن أفردت زيد بماذا؟ بالقيام. هذه حقيقة التوحيد، لا إله نافي جمع معبود من دون الله، إلا الله مثبت في عباده لله وحده لا شريك له. إذن وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، لا بد أن تجمع، وهذا هو التوحيد. إذن حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات. صح هذا اللي بجانب صحيح أو قال؟ نعم أقرأ. ما هي حقيقة التوحيد؟ خليك واقف. نعم. الله تعالى. فلا عدول لأهل السنة. إذا أهل السنة لا يمكن أن يعدل عن هذا الطريق، طريقة الكتاب والسنة ما كان عليه السلف المؤمن. نعم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة أما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. نعم. فإنهم صراط مستقيم. الصراط طريق مدلل مهيئ يسع كل أحد، وصف بأنه مستقيم لنقرب الطريق. الصراط إما يضاف إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه صراط الله، أو يضاف إلى السالكين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. صراط المستقيم صراط إنه الصراط المستقيم صراط الله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأنبياء هم أنبياء وصديقين وشهداء وصالحين، والصديقين صديقين وشهداء وصالحين، والشهداء شهداء وصالحين، والصالحين صالحين. مرة أخرى، الأنبياء هم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصديقين والشهداء والصالحين، والصديقين صديقين وشهداء وصالحين، والشهداء شهداء وصالحين، والصالحين صالحين. مرة أخرى أو مرة ثانية، الأنبياء صديقين ولا شك، ثمنهم الله سبحانه وتعالى،
وشهداء نعم وصالحين والصديقين من هم؟ والذي جاء بالصدق وصدق به. وتقدم الصديقين في هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة، عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، صدق الله سبحانه وتعالى وبرأها مما رماها به أهل النفاق. الصديقين الشهداء إما شهداء المعركة أو العلماء، لأن العلماء شهداء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أي بالعلم. والصالحين هم الذين أدوا ما فرض الله عليهم فعل الطاعات واجتناب المحرمات فهم صالحين. مفهوم؟ نعم. قال نعم. وقد نعم وقد دخل في هذه الجملة أي جملة؟ جملة ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه. نعم وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. نعم الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يسرد الأدلة، لكن المؤلف يعني لا يسرد هكذا، انتبه، هذا شيخ الإسلام هذا. نعم رتب الأدلة ترتيب دقيق والله، وهذا من فضل الله. جاء بسورة ثم بآية ثم أخذ يورد الأدلة شيء فشيء فشيء وأطال في آخر أدلة، سوف يأتي معنا لماذا. وهذا تدل على فقه المؤلف رحمه الله تعالى. وذكر السورة ثم آية الكرسي وتكلم عن السورة وعن الآية. طيب الله أعلم، نجعل هذا القسم الثاني إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. كم بقي؟ بقي إذن إلى صلاة العصر نراجع إن شاء الله تعالى ثم نبدأ شرح الأدلة.